بعد استقبالهم في منطقة كوريبوغودي بولاية تيبستير، تقبل عناصر تحالف الحركات السياسية العسكرية العائدين إلى الشرعية، استقبلوا مجددا في ولاية بوركو من قبل السلطات العسكرية. أكثر من 100 عنصر ينتمون إلى 4 جهات سياسية عسكرية، من بينها مجلس القيادة العسكري من أجل السلام بقيادة محمد حكيمي، والاتحاد من أجل التنمية والديمقراطية بقيادة كلي عيسى برفقة بعض العناصر. وقد استقبل هؤلاء المنضمين إلى الشرعية بيد مفتوحة وصدر رحب من قبل السلطات المدنية والعسكرية الذين جاءوا لاستقبالهم، خصوصا في منطقة آمول على بعد 18 كيلومتر من مدينة فيا. وخلال اجتماع عقد بهذا الشأن، وجه كل من حاكم ولاية بوركو والجنرال أحمد كرداي حسين والقائد العام للقوات المسلحة الجنرال أبكر عبد الكريم داود وقائد القوات البرية الجنرال محمد سليمان، وجهوا إلى هؤلاء العائدين بعض النصائح والإرشادات. نادم بس عند بندق وجاي برا وما فران وحصا اليوم فكر شافوك يعني دولة أنا ده يجب قول مشكلة ده ما سمع وننمو خلاص نبنو في دولة أنا ده سي يعني سي عديل مرة وعي ده كلام ده بس يعني هلو لينا يعني قبلنا ودلنا وحصا قاعدين معنا دونك نقدر يعني نسموم في لبنان في أدمستراشو أنانا في أرمي أنانا وإن شاء الله بدون مشكلة كي نخدمه فوق الجودة اللي أخرات الماجو كلها يعني ندرو كي يجو ويقعد معنا وشان نبنو دولة أنانا. وقد عبر العائدون على لسان ممثلهم محمد حكيمي شكرهم إلى السلطات العسكرية العليا على سياسة اليد الممدودة من أجل السلام والاستقرار في تشاد. جينا زي تشادين آخرين إن شاء الله، ما عندنا الورا هم ذاتهم قاعدين تشادين زي نهنا كمير وهاجة يجي لكننا ما نقدر الباقين فقط. ووفقا لتعليمات القيادة، سيتم إلحاق هذه العناصر بأحد مراكز التدريب العسكري من أجل دمجهم.